بيان مشترك من حزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصر الحريه والتيار الشعبي وحزب العيش والحريه تحت التاسيس وحركه 6 ابريل وحركه الحريه للجدعان. عندما اطلق الشباب الطاهر شراره ثوره الشعب المصري في 25 يناير 2011 وشارك في الموجة الثانية لتلك الثورة في 30 يونيو من أجل استعادة أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، مضحياً بمئات الشهداء وألاف المصابين في مقتبل العمر، كان آخر ما يتوقعه أولئك الشباب أن تتواصل سياسة قمع الحريات الأساسية للمواطنين وأن يجدوا أنفسهم بعد 3 سنوات يواجهون أحكام مشددة بالسجن والحبس لفترات طويلة دون محاكمة والعودة لممارسات تنتهك الكرامة الإنسانية لتمسكهم بممارسة أبسط حقوقهم في التظاهر والتجمع السلمي. ومن هذا المنطلق فإن الأحزاب والحركات السياسية المشاركة في المؤتمر تعلن عن تضامنها الكامل ودعمها لأسر أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل والذين أيدت محكمة استئناف عابدين أمس حبسهم لمدة 3 سنوات وغرامة 50,000 جنيه بعد إدانتهم بالتظاهر وفقا لقانون سيء السمعة الذي أصدرته الحكومة وأقره السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور في نوفمبر من العام الماضي. ونظرا لأن الاستمرار في إجراءات التقاضي والنقد سيستغرق وقتا طويلا فإننا نطالب السيد الرئيس عدلي منصور بإصدار عفو رئاسي عن دومة وماهر وعادل وكل من صدر ضدهم حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه بما في ذلك القضية التي أيدت فيها محكمة في الأسكندرية حكما بالحبس لمدة 2 وغرامة 100,000 جنيه بحق 4 من شباب ثورة 25 يناير في شهر فبراير الماضي. كما يؤكد الموقعون على البيان أنهم سيواصلون التنسيق من أجل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط قانون التظاهر والذي أدى إلى إصدار أحكام مشددة بالحبس بحق المئات من المواطنين وفرض غرامات مالية باهظة، كما يمنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية لتقييد حق التظاهر والتجمع السلمي. ونرى أن مثل هذا القانون لا يليق مطلقا بدولة شهدت ثورة شعبية كتلك التي شهدتها مصر في 25 يناير 2011، كما يؤدي إلى خلق حالة من انعدام الثقة والإحباط لدى قطاعات واسعة من الشباب الذي كان يحذوه الأمل في أن يعيش في وطن يحترم كرامته وحقوقه. ومن المؤكد أن أجواء الاحتقان والسخط في أوساط الجيل الشاب لا تساهم مطلقا في نهضة الوطن أو توسيع حجم المشاركة السياسية.